مرحبا بكم جميعا في هذا العرض التفصيلي للبند السابع من جدول الأعمال الذي يتضمن مناقشة مقترحات إضافة وتعديل قائمة المواد ذات الأولوية. المقترح تقييمها من قبل لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمضافات الغذائية جيكفا. إذا من خلال إذا من خلال هذا العرض سنقوم بتقديم مبسط للمقترحات التي تم تقديمها ردا على الرسالة المعممة CL 2023 47 FA لفهم بعض مخاوف والتساؤلات المقترحة في الرد في هذه الردود. إذا هذا الجدول يبين الردود ومقترحات اليابان والتي تتضمن ريتام، أظن أن اسمحي لي نعم سكرين، يعني إذا كان ممكن فول سكرين بالنسبة للبرزنتيشن. اوكي it's not full screen. فول سكرين. والآن je peux partager de ma part. داكور Vas-y. Je peux arrêter le partage? أوكي، وصلنا إلى هذه الشريحة. إذا من خلال هذه الشريحة تتضمن مقترحات اليابان والتي تخص بالتحديد تقييم سلامة بعض الأنزيمات المستعملة كمواد مساعدة للتصنيع وتحديد المواصفات الخاصة بها. وتتمثل هذه الأنزيمات في الأسيل جليسيرول ليباز وكذلك في جليسيرول ليباز. إذا للتذكير فإن المواد المساعدة للتصنيع هي مواد ليس لها أي تأثير تقني أو وظيفي في المنتج الغذائي النهائي، ولكن يمكن أن يكون تم استعمالها في منتج مستعمل في تكوين هذا المنتج النهائي، يعني منتج نهائي يتضمن منتج آخر تم استعمال فيه هذه المضافات وكان له تأثير تقني أو وظيفي في المنتج المستعمل أولا، لكن في المنتج النهائي لم يتم استعماله. بالنسبة لمقترحات المنظمة الدولية لصناعة المنكهات، فقد قدمت المنظمة مقترح لتقييم 6 منكهات جديدة متمثلة في ساكاروز أوكتاسيتا، نيوسبيريدين ديدرو كالكون، لونينال، ديكانيجوك أسيد، ترانستو دودي سينيجوك أسيد، وسيس إيت ديسينال. وكانت تساؤلات المنظمة الدولية لصناعة المنكهات حول مدى سلامة هذه المنكهات في مستويات التعرض الحالية، وكذلك إذا كانت مطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة. الشريحة الموالية. في الختام، قد تدعم الوفود العربية للدستور الغذائي هذه المقترحات مما يعكس التزامنا بمواكبة أحدث التقنيات في الصناعات الغذائية وتعزيز مشاركتنا الفعالة في لجان الدستور الغذائي، وكذلك مساهمتنا في عملية اتخاذ القرارات فيما يخص المعايير الخاصة بالمضافات الغذائية. أشكركم جميعا على الاستماع والمشاركة في هذا العرض، ولا تترددوا في طرح أي أسئلة لإبداء الآراء حول المواضيع التي تمت مناقشتها، وشكرا. شكرا دكتورة وئام، شكرا. وكما قالت لا تترددوا في طرح أي أسئلة، الباب مفتوح لو عندكم أي أسئلة للدكتورة وئام حول هذا البوند السابع.
أعتقد إن في شيء يد مرفوعة، فنمر الآن، شكرا دكتور وئام على هذا العرض، شكرا جزيلا. نمر الآن إلى ممثل المغرب اللي سوف يقدم لنا المهندس أمين مكيوي، راح يقدم لنا إن شاء الله البند رقم 8 والبند رقم 9. البند رقم 8 الذي يتعلق بورقة مناقشة بشأن اختلاف بين المعيار العام للمواد المضافة إلى الأرضية ومعايير أو مواصفات الدستور الغذائي للسلع والنصوص الأخرى، تحديد القضايا المعلقة. ثم البند رقم 9 المتعلق بورقة نقاش حول تطوير مواصفات خميرة الخباز أو الخباز أو الخباز. فنعطي الكلمة الآن للمهندس ممثل المغرب ليتفضل مشكورا. مهندس أمين، لو ممكن الصوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دونك الصوت واضح الآن واضح أخي أمين، واضح. بالنسبة شكرا. للبريزنتيشن واضحة. واضح واضح. السلام عليكم، اسمحوا لي أولا أن أقدم نفسي. أنا اسمي أمين وأنا مهندس مختص في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، وانتمي لمصلحة تقنين المنتجات الغذائية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب، ولي الشرف اليوم بصفتي رئيس الوفد المغربي الجديد في مجال المضافات الغذائية. أنا أتقدم بعرض البند 8 من جدول أعمال الذي يعتبر نقطة مهمة لتنسيق المعايير الغذائية الدولية. So in this introductory presentation, we will discuss the divergence between the general standards for food additives, products products standards, and other relevant texts. To do that, I will provide a summary of the key points we will cover in this presentation. First, we will address the context by explaining the nature of the problem and the importance for private and future divergence. Next, we will review past and current divergence. We will then identify potential issues to prevent future divergence and explore possible solutions. Finally, we will formulate a specific recommendation based on our analysis. سنتطرق الآن للسياق العام. كما تعلمون، فقد بدل برنامج الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ولجنة الدستور الغذائي جهودا لموائمة معايير منتجات الدستور الغذائي مع المعيار العام للمضافات الغذائية، وذلك بهدف جعل المعايير العامة للمضافات الغذائية كنقطة مرجعية وحيدة للمضافات الغذائية في الدستور الغذائي. ومع ذلك تم الكشف على اختلافات بين المعيار العام للمضافات الغذائية ومعايير منتجات الدستور الغذائي ونصوص أخرى ذات صلة. ومنذ عام 2010 عملت لجنة الدستور الغذائي للمواد الغذائية على موائمة كاملة للمعايير العامة للمضافات الغذائية مع الأحكام المتعلقة بالمواد الغذائية المضافة والموجودة في معايير منتجات الدستور الغذائي. والهدف من هذا هو جعل المعيار العام للمضافات الغذائية كنقطة مرجعية وحيدة للمضافات الغذائية في الدستور الغذائي. وبغية ذلك تم تحديد خطوات رئيسية مثل إنشاء مجموعة عمل إلكترونية لتجنب اختلافات مستقبلية. A working group has been established to strengthen efforts to avoid new misalignment once the initial alignment has occurred. Indeed, new provision regarding food additives continue to be developed, which could potentially create new divergence. ولقد تم إجراء تحليل شامل للخطوات الحالية والوثائق ذات صلة لاستهداف النسخة 28 من دليل الإجراءات،
وكان الهدف من هذا التحليل هو فحص التحسينات المحتملة لمنع التباينات المستقبلية. وفيما يخص القضايا التي تبقى عالقة، يشكل غياب النص الذي يشير إلى أن المعيار العام للمواد المضافة إلى الأغذية هو النقطة المرجعية الوحيدة للمواد المضافة إلى الأغذية في الدستور الغذائية قلقاً كبيراً. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون معايير المنتجات التي تحتوي على أحكام تتعلق بالمضافات بعيداً عن الإشارة عنها في المعيار العام للمضافات الغذائية متوافقة بنسبة ما مع أهداف موائمة. وأخيرا يمكن أن نقول أن هناك خطأ في التباينات المستقبلية، وسيكون ذلك قائما إذا لم يتم تحديد معايير العمل للمواد الغذائية دون التحقق المتبادل مع معايير المنتجات الغذائية. Now let's examine options to prevent future divergence. So we have three options. الخيار الأول الذي يقترح عدم تعديل دليل الإجراءات في الوقت الحالي، حيث ينبغي أن تكون المعلومات الحالية كافية حتى اكتمال خطة العمل الحالية للموائمة. ما الخيار الثاني؟ يقترح إجراء تعديلات طفيفة على دليل الإجراءات بما في ذلك تعزيز الإشارة إلى المعيار العام للمضافات الغذائية كما قلنا كنقطة مرجعية واحدة، وإزالة الأقسام غير المتوافقة مع مبادئ الموائمة. أما الخيار الثالث فيقترح إجراء مراجعة شاملة لدليل الإجراءات من خلال توضيح وتعزيز الإشارة إلى المعيار العام للمضافات الغذائية كنقطة مرجعية واحدة، وتقييد معايير إنتاج المنتجات بالإشارة العامة إلى المعيار العام للمضافات الغذائية. الآن دعونا نقوم بتحليل هذه الخيارات لتجنب التباينات المستقبلية. بالنسبة للخيار الأول فهو يضمن الحفاظ على الاستقرار الحالي، لكنه يتطلب اتفاقات محددة لكل تباين محتمل، وهذا قد يؤدي إلى تحديات من ناحية التنسيق والرقابة التنظيمية. وهنا من الضروري مراعاة مزايا وعيوب هذا النهج لاتخاذ قرار مدروس. وفيما يخص الخيار الثاني الذي يقترح تعزيز موقف المعيار العام للمضافات الغذائية كنقطة مرجعية واحدة، هذا سيتطلب تعديلات طفيفة على دليل الإجراءات، حيث تهدف هذه التعديلات إلى ضمان التناسق والكفاءة في الموائمة. أما الخيار الثالث فهو يقترح نهج استباقي لتجنب التباينات المستقبلية، ومع ذلك فإنه يتطلب مراجعة شاملة لدليل الإجراءات. لكي لتنفيذه بنجاح ستكون هناك حاجة إلى تخطيط واستراتيجية قوية، ومن الضروري تقييم هذا الخيار بعناية والنظر في المزايا والتحديات التي يتضمنها. دونك حنايا بناء على تحليل الخيارات، ستكون التوصية النهائية هي الحفاظ على هذا العمل الذي تم بالفعل مع مراعاة استثمارات من حيث الوقت والموارد. بالإضافة إلى ذلك، ما زالت عملية الموائمة قائمة، يمكن أن نكتشف أشياء أخرى مع تقدم المشروع. لذا في هذه الفترة من المبكر في إجراء مراجعة شاملة لدليل الإجراءات، خاصة أن لجنة الدستور الغذائي قد أقرت بالفعل التعقيدات الناتجة عن الموائمة. ويبدو أن النظر في هذه التعديلات الطفيفة مثل تلك المقترحة في الخيار الثاني، تعزيز الإشارة إلى المعيار العام للمضافات الغذائية من قبل لجان المنتجات، ولحذف أي أحكام تتعارض مع مبدأ المعيار العام للمضافات الغذائية كوثيقة الأكثر سوقا بعد انتهاء من عمل الموائمة. يمكن النظر في مراجعة شاملة لدليل الإجراءات. وهنا أكون قد انتهيت من عرضي من البند الثاني من جدول الأعمال. ممكن أن أنتقل مباشرة للبند التاسع.
أوكي أخي، أعتقد ما فيش، ممكن ننتقل بعدين لما نخلص نشوف لو في أي جديد. أوكي، أي أمور. شكرا. ننتقل الآن إلى البند التاسع من جدول الأعمال، ورقة مناقشة حول وضع معيار للخميرة. بالنسبة للسياق العام لهذا المشروع، فقد تم تقديم اقتراح عمل جديد في الدورة 44 للدستور الغذائي في نوفمبر 2021، ثم تم تقديم هذا الاقتراح إلى اللجنة 53 حول المضافات الغذائية في عام 2023. خلال الدورة السابقة، قدمت الصين وثيقة مناقشة تشدد على ضرورة وضع معيار للخميرة، حيث اقترحت الصين استبعاد الخميرة الصالحة للأكل من نطاق التطبيق، واقترحت متابعة مناقشات حول نطاق التطبيق أثناء استواء المعيار. هنا وافقت اللجنة خلال الدورة 53 على طلب من الصين وفرنسا والأعضاء الآخرين المهتمين بإعداد وثيقة مناقشة الدورة 54. وبعد الدورة 53، عملت الصين مع فرنسا واليابان وتركيا والاتحاد الأوروبي لمنتجي الخميرة لمراجعة وثيقة المشروع، مع أخذ في عين الاعتبار الملاحظات التي تم تقديمها خلال الدورة 53. كما قلت، قدمت الصين الورقة التناقشية مؤكدة على الحاجة إلى وضع معيار للخميرة، والغرض من ذلك سيكون بالأساس حماية صحة المستهلكين وتعزيز التجارة الدولية العادلة من خلال إزالة الحواجز التجارية، وهذا يتماشى تماما مع خطة الكودكس 2020-2025. وهنا أوضحت الصين أن الخميرة ليست مادة مضافة في الغذاء، بل هي مكون غذائي كما هو محدد في نظام فئات الأغذية، وأن لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية هي اللجنة الأنسب لتولي هذا العمل. في اجتماع الدورة 53، عبر الأعضاء والمراقبون عن آراء مختلفة، وهي كالتالي: كانت هناك حاجة إلى تحسين نطاق واقتراح المعيار مع التركيز على خميرة الخبز. ينبغي استبعاد الخميرة الصالحة للأكل من النطاق. كان هناك حاجة إلى النظر في تقييد نطاق الخميرة الحية المستخدمة في الخبز فقط. وكانت قد بدأت منظمة الإيزو في العمل على معيار الخميرة، وهنا يجب الإشارة على أن الدستور الغذائي والإيزو يجب التنسيق في هذا الصدد لتجنب التكرار. وهنا اقترحت الصين استبعاد الخميرة الصالحة للأكل من النطاق، واقترحت مزيدا من المناقشة حول النطاق خلال تطوير المعيار، حيث وافق CCFA على طلب الصين وفرنسا والأعضاء الآخرين المهتمين بإعادة ورقة مناقشة سيتم تضمينها للمناقشة في جدول أعمال اجتماع هذه الدورة 54 إن شاء الله. وفي اجتماع هذه الدورة سيناقش الوفد مقترحات وثيقة المشروع لإجراء التعديلات كما يراه مناسبا، والتوصية بعمل جديد على تطوير معيار لخميرة الخبز الموافقة عليه من قبل هيئة الدستور الغذائي. لقد قامت الصين بالتعاون مع فرنسا واليابان وتركيا واتحاد منتجي الخميرة الأوروبيين لإجراء مراجعة شاملة لوثيقة المشروع، مع مراعاة الملاحظات التي تم تدوينها خلال الدورة 53. وكذلك قام فريق العمل التقني الذي يرأسه الصين بمراجعة وثيقة مقترح العمل الجديد، مع مراعاة النقاط التالية، وهي مناقشة التوصيات التي تمت بشأن مراجعة المعيار العام للمضافات الغذائية، المعلومات التي أعلنتها أيسو بدءا من عملها على الثقافات الغذائية الميكروبية، والمعلومات الجديدة مقدمة من الأعضاء. كما تعلمون، فالخميرة هي مكون أساسي يستخدم على نطاق واسع في إعداد الطعام اليومي، خاصة في بلداننا العربية، نظرا لتأثيراته المفيدة في تكنولوجيا الغذاء، كإعداد الخبز ومشتقاته التي يتم استهلاكها بكثافة في المنطقة العربية.
إذن العمل الجديد مقترح لتطوير معيار الخميرة يأتي إلى ضرورة توحيد النهج في الإنتاج لحماية صحة المستهلكين وتعزيز التجارة الدولية العادلة من خلال إزالة الحواجز التجارية. إذن يمكن أن يتقدم وفد كودكس العربي دعمه لمضي قدما في العمل على وضع معيار للخميرة. ومع ذلك، على الرغم من أن هذا المعيار يجب أن يتضمن جميع التعليمات والإرشادات المتعلقة بالسلامة والتكنولوجيا على سبيل المثال، فإن إنشاء هذا المعيار يجب أن يشمل جميع اللجان التقنية ذات الصلة، ويجب مناقشة طرق تطوير المعيار خلال اجتماع CCFA. ولعلمكم، فالمغرب يدعم أهمية هذا المشروع، غير أنه يعتبر أن الخميرة ليست مادة مضافة كمضاف غذائي. وأن تتولى اللجنة الاستشارية المختصة بالمواد الغذائية هذا الملف قد يؤدي إلى ارتباك في هذه المسألة، لذا يعتبر تشكيل مجموعة حكومية مؤقتة حلا مناسبا للتعامل مع هذا المشروع. شكرا على انتباهكم. شكرا مهندس امين، فعلا هذا الموضوع ديال الخميره موضوع مهم جدا، لان لاحظنا ان المغرب كيمشي في نفس السياق ديال المقترح ديال جمهوريه الصين بعدم ادراج الخميره ضمن المضافات الغذائيه، وانما ادراكها جزء من مكونات ديال المواد الماده الغذائيه. وبالتالي فهذا الطرح يمكن أن يؤدي إلى أهمية وضرورة أن يكون لهذا المنتوج أو المنتج مواصفة خاصة به. ف ما أعرفش ليش في الأول كان تم إدراجه كمضاف غذائي، وكأننا يعني هنا يطرح السؤال، يعني ما معنى مضاف غذائي؟ ما هي الخاصية للمضاف الغذائي؟ هل هو فقط تغيير اللون، تغيير المذاق، السرعة في الطهي؟ فأعتقد لو عندنا مثلا أجوبة على هذا السؤال، ممكن أن نضع منتج الخميرة في مكان مناسب. هل نعتبره كمضاف غذائي أو نعتبره كمكون من مكونات المنتج؟ فهنا السؤال مطروح، لأن هو مهم جدا، وخاصة كما قلت في ختام أو في ختام هذا العرض، أن الدول العربية تقريبا كلها تستخدم الخميرة في يعني في الطهي. تفضل دكتور يوسف، كلمتك. شكرا جزيلا. هل الخميرة قد تعتبر غير مضاف غذائي إذا كانت جزء من إنتاج المنتج؟ يعني خميرة الخبز في بلادنا مثلا العربية هي جزء أساسي من إنتاج الخبز، بدونها ما حيصير الخبز. في هذه الحالة هي كل أشكال الخبز أحكي اللي تستخدم الخميرة، في هذه الحالة هي ليست مضاف غذائي. لكن لو كانت الخميرة تضاف لتحقيق فوائد إضافية، يعني إذا كان المنتج سيتم إنتاجه سواء بإضافة الخميرة أو بدونها، بهذه الحالة وتم إضافة الخميرة بهذه الحالة تعتبر مضاف غذائي. يعني ما نقدر نقول لا نعتبرها مضاف غذائي على الإطلاق أو نعتبرها مضاف غذائي على الإطلاق. كأي منتج آخر، كأي انجريدينت آخر في المنتج، إذا كان وجوده ضروري يعني لا يصح المنتج بدونه، هو ليس مضاف غذائي. وبالتالي برأيي أن الساكروميس السيرفيس شاي، خميرة الخبز، تضاف، يجب أن تضاف، لأنه بدونها لن يتم إنتاج المخبوزات. لكن لو أضيفت مثلا لغايات مثلا للمخللات للألبان، مثلا لغايات خلينا نحكي تحسين الهضم فرضا، يعني أوكي، بهذه الحالة، بهذه الحالة ما صارت مضاف غذائي بهذه الحالة. وشكرا. إذا هناك يعني حسب استخداماتها، يعني حسب استخدام ممكن نصنفها هل هي مضاف غذائي أو تعتبر يعني إحدى المكونات الأساسية للغذاء. حسب الهدف من إضافتها. إذا كان لابد من إضافتها يجب أن تضاف حتى يصنع المنتج، ليست مضاف غذائي. إذا كانت تضاف لغايات تحسين خلينا نحكي الهضم مثلا، أو الاعتبارات مثلا لادعاءات معينة، هذا مضاف غذائي. وهل يمكن أن يتم الأخذ باعتبار هذه النقطة في إعداد المواصفات الخاصة بالخميرة؟ أعتقد يجب أن يكون ذلك. المفروض في أي حد عنده مداخلة؟ شكرا دكتور يوسف، عفوا. شكرا. تفضلي دكتور أبو يعني. هو موضوع الخميرة نفس الشيء بالنسبة لبعض التوابل اللي نستعمل فيها أحيانا أيضا مواد مانعة للتكتل،
يعني في بعض التوابل، وبعد ذلك توابل نستعملوها في منتجات نهائية أخرى. فهنا يعني التوابل في الأول كانت كمنتج، لكن في بعض المنتجات الأخرى تعتبر مضافات لإعطاء الفليفر. يعني شكرا. الخميرة نفس الشيء، أحيانا تكون هي منتج وأحيانا تكون هي مضاف. شكرا دكتور. هل يمكن للدول العربية المشاركة في إعداد هذه الوصفة خاصة بالخميرة؟ في إمكانية أن تكون الدول العربية مشاركة في إعداد هذه الوصفة؟ سؤال أختي وئام، هل الدول العربية لها القدرة في المشاركة في إعداد الوصفة خاصة بالخميرة؟ خاصة سواء أنها دول مستهلكة لها؟ أكيد حسب استعمالاتنا، يعني لازم بيانات حول كيفية استعمالها، الكميات التي يتم استعمالها، والرجوع طبعا للتقييمات المعدة من جيكفا، وممكن بذلك تحديد إذا ما كان للبلدان العربية موقف حسب يعني الكميات المستعملة للخميرة في الخبز. احنا أصلا البلدان العربية كل بلد عنده طريقة تحضيره للخبز مختلفة، فلازم تكون عندنا بيانات شاملة لكامل المنطقة. شكرا. شكرا دكتور. في اي حد، في حد عنده اي مداخلة؟ اذا شكرا لكم جميعا، شكرا على جميع المداخلات، شكرا على جميع الخبراء اللي قدموا، شكرا على الممثلي الدول اللي قدمت العروض، نشكركم جزيل الشكر. Thank you.